يعني انت عندك يمين يمال حضرتك عنده 16 سنة، اللي هو ايه تقريبا هما جايبينه منين؟ هو الواد غريب، وكتاب الله العظيم غريب، ده حالة استثنائية في كرة القدم. الواد اصلا مراهق، هم اصلا ضاحكين عليه تقريبا، والواد عنده هدوء غريب، اللي هو ايه عادي، تحس ان هو كل الكلام ده بالنسبة له عادي. هو في دماغه ان هو بيلعب في الشارع مش بيلعب في اليوم. هم والله المنتخب الاسباني اخدوه كده وضحكوا عليه، قالوا بيقول لك ايه، بص احنا عندنا كده ايه ساعتين حجز في ملاعب حلوه كده كل كام يوم، ممكن تلعب معانا. اللي هو خلاص يلا يا عم. فالواد بيلعب الساعتين الحلوين كده بيروح على الفندق بتاعه، وقبل الساعه 11 عشان المنتخب الاسباني ما يدفعش ال 30,000. ويا سلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. وأسبانيا الغير متوقعة واللي ما كانش حد يتوقع، ومنهم أنا، إن هي كانت توصل للمرحلة ديت، عملت الغير متوقع وطلعت عتاولة كرة القدم في أوروبا. كل عتاولة كرة القدم في أوروبا أسبانيا جت فشختهم، عملت فيهم اللي ما اتعملش من أول دور المجموعات لحد خلاص دلوقتي بقت في النهائي. أنت بتتفرج على أسبانيا تقول هو إزاي دوت منتخب كروي، أول تقريبا اللعيبة ديت عندها 15 16 17 سنة، أول مرة يلعبوا مع بعض، بيلعبوا بالمنظر ده، بالانسيابيه ديت، بالاسلوب دوت، بالمتعه ديت. تحس ان اللعيبه ديت بتلعب مع بعض من 5 7 سنين، ومش كده وبس، تحس ان هما اللعيبه ديت عندها خبره بنت لذينه، بيلعبوا بانسيابيه ومتعه غريبه، واللعيبه دي اصلا اول مره تلعب مع بعض، واللعيبه كلها صغيره، يعني اللي عندهم لا خبره ولا عندهم بطولات. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مش فاهم اي حاجه في المنتخب دوت، وفجاه انت عندك منتخب بيقدم سحر كروي. يعني تتفرج عليه اقسم بالله العظيم يا جدعان، اللي بيحصل في الملعب دوت والانسيابيه دي انا مش بشوفها مع فرق تقيله بقالها زمن بتلعب، اللعيبه بتاعتها بتلعب مع بعض. انا هعترف فاقول ان ديت من اقرب الحالات الكرويه اللي انا شفتها في حياتي صراحه، يعني ان لعيبه عمرها ما لعبت مع بعض، لعيبه صغيره ما عندهاش اي خبره، فجاه بتعمل اللي ما يتعملش في فرق تقيله فشخ. يعني انت عندك اسبانيا طلعت مين كده؟ عد معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، من دور المجموعات طلعت ايطاليا، ايطاليا دي اللي كانت ايه حامل اللقب، اللي هي واخده اليورو اللي فات، خدت كرواتيا اللي فيها ايه عتاوله، فيها لعيبه حلوه. دخلنا بقى في دور المجموعات طلعت صاحب الارض المانيا، وطلعت جورجيا اللي كانت خسرت البرتغال، اللي البرتغال اصلا كانت فشيخه، هي طلعت جورجيا، طلعت كمان البرتغال، اللي هو انت حاجه في منتهى الجمدان. واخيرا طلعت فرنسا اللي كان عندها اقوى هجوم وعندها بالنسبه لي اقوى سكواد، هي بالتوازي مع انجلترا، يعني هي حتى ممكن كمان تفوق انجلترا، لان انت عندك المنتخب الفرنسي لسه واخد كاس عالم يعني، ولسه خارج من نهائي كاس عالم، فالمنتخب تقيل وعنده خبره. هي بقى طلعت كل الكلام ده، يعني ما بتشوفش ما بتعتمدش حد يا صاحبي. مش عارف ازاي انا ما توقعتش اطلاقا اسبانيا توصل اللي هي وصلت دوت، بس ايه يا عم، سمعت ايه تصريح كده لجوزيه مورينيو قال لك انا ما توقعتش برضو اسبانيا توصل للي هي ايه وصلت دوت، فانا كده انا كده كده تمام، انا كده جامد فشخ. يعني اذا كان مورينيو ما توقعش انا اللي اتوقع. يعني مش لوجيك. قعدت كده في اول اليورو خالص قلت مين اللي ممكن الخمسه الاوائل المرشحين، هي اصلا اسبانيا ما كانتش من ضمن الخمسه دول. يعني انا قلت انت هتلاقي عندك ايطاليا، هتلاقي عندك انجلترا، هتلاقي عندك فرنسا، هتلاقي عندك البرتغال، اكيد عندك المانيا صاحبه الارض والجمهور والبارتيتا دي كلها، اسبانيا اصلا مش ضمن القائمه ديت، يعني مثلا انت هتحطها ممكن السادس او السابع، فما بالك هي فشخت الخمسه الاوائل. يعني الناس هي لسه برضه ما فشختش ايه انجلترا، اللي هي انجلترا خلاص هتلعب ايه هولندا بكره ان شاء الله، وهتوصل للنهائي، يعني احتمال ب 95% ده ايه انجلترا المنتخب اللي انا بسميه المنتخب الخنزير ان هو يوصل للنهائي، هتفشخه. فهي هتبقى فشخه اوروبا كلها بلعيبه عندها، يعني انت عندك يمين يمال حضرتك عنده 16 سنه، اللي هو ايه تقريبا هم جايبينه منين؟ هو الواد غريب، وكتاب الله العظيم غريب، ده حاله استثنائيه في كره القدم. الواد اصلا مراهق، يعني وانا قده انا كنت بلعب في الشارع حضرتك، يعني انا كنت بلعب في النادي وساعات كنت بلعب في الشارع، فاهم؟ هم اصلا ضاحكين عليه تقريبا، والواد عنده هدوء غريب، اللي هو ايه عادي، تحس ان هو كل الكلام ده بالنسبه له عادي. هو في دماغه ان هو بيلعب في الشارع مش بيلعب في اليوم. هم والله المنتخب الاسباني اخدوه كده وضحكوا عليه، قالوا بيقول لك ايه، بص احنا عندنا كده ايه ساعتين حجز في ملاعب حلوه كده كل كام يوم، ممكن تلعب معانا. اللي هو خلاص يلا يا عم. فالواد بيلعب الساعتين الحلوين كده بيروح على الفندق بتاعه، وقبل الساعه 11 عشان المنتخب الاسباني ما يدفعش ال 30,000 يورو. اسبانيا اليورو دوت اكتر فرقه غريبه وغير متوقعه وممتعه كرويا ومقنعه، وحط اللي انت عايزه. ما بقى بالنسبه لمنتخب فرنسا، فالمنتخب دوت كان مخيب للامال فشخ، اللي هو ازاي انت عندك لعيبه بالحجم دوت وفي الاخر يبقى ادائك بالمنظر ده. انا مش بتكلم ان هي مخيبه للامال ان هي طلعت، يعني ده طبعا ده اول جزء، ولكن دوت
الجزء الثاني، الجزء الاولاني ان انت الاداء من ساعه ما لعبت البطوله دي انت كنت بتكسب يعني بطرق غريبه، انت ما جبتش ولا جون في البطوله دي تقريبا غير جون واحد او جونين، يعني حاجه كده غريبه. والاداء يعني مش عايز اقول يعني اداء وحش. المفارقه ان هم غير اللعيبه اللي عندهم ان هم عندهم خبره، فانت عندك كل حاجه في ايديك، فايه الاداء دوت انا مش فاهم. ولكن صراحه الكره المره دي انصفت الفريق الكويس والفريق الطب، يعني انت عندك اسبانيا فريق طب فخلاص الراجل بقى في النهائي، وعندك فرنسا هو المفروض انه يبقى فريق طب، ولكن اسلوبه واداؤه جديد شام بيخليك تكره الكره كده اللي انت تتفرج عليها. فمع السلامه بقى بره. دي كانت عداله السماء، دوت رايي الشخصي، والاهم رايكم الشخصي. بكره ان شاء الله في انجلترا، او النهارده يعني انجلترا وهولندا، وانا عايز اعرف توقعكم. وانا توقعي يعني انجلترا، يعني ما فيهاش كلام كتير، وخصوصا ان انجلترا عندها بيلينجهام بشخصيه البطل اللي واخدها من ريال مدريد وبيلعب فيها ايه مع انجلترا في قلب المانيا. فدوت رايي، اهم حاجه رايكم وبس كده. واخيرا وليس اخيرا كان معاكم زيكا. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو دوت فاعمل لايك للفيديو دوت، ولو ما عجبكش يعني اسيبه واعمل ايه، ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتعجبك. لو مش عندي على اليوتيوب تعالى عندي على اليوتيوب اعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو مش عندي بقى على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك هتلاقي هناك حاجات كتير قوي 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 هتعجبك. ها